هل العلاقات ما بين موسكو وواشنطن على ما يرام، أم أن هناك شد وجذب؟ يعني مسألة ترحيل 35 دبلوماسي روسي في وقت إدارة أوباما، البعض أشار إلى أنه هل هناك بوادر لحرب باردة جديدة ما بين موسكو وواشنطن؟ لا، أنا أتصور إنه أولا التحليلات الخاصة بإعادة الحرب الباردة الجديدة، أنا أتصور إنه لا مكان لها في السياسة الحقيقية، هذه مجرد مخاوف بلا أساس. صحيح إنه مع إدارة الأوباما كانت هناك أزمة الثقة الشديدة في العلاقات بين موسكو وواشنطن، لكننا لدينا لا تزال لدينا آمال بأن مع الإدارة الجديدة نستطيع أن نتجاوز أزمة الثقة هذه ونحسن العلاقة الروسية الأمريكية قدر الإمكان. تعتبرون أنه الإدارة الجديدة في البيت الأبيض تحت رئاسة دونالد ترامب قد تكون هناك سياسات مبشرة في العلاقات ما بين واشنطن وموسكو، وأيضا في العلاقات ما بين واشنطن ودول الإقليم العربي؟ من المبكر هذا القول، من المبكر حتى الآن. أنا أتصور أن الإدارة الأمريكية الجديدة تحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل بلورة الاستراتيجية الخارجية. نحن نرى حتى الآن أن الإدارة الأمريكية الحالية هي تشتغل بأمور الداخلية، هي أمور الداخلية مؤقتة بعد شيء في أمريكا، واهتمام الإدارة الحالية منصب على الأمور الداخلية قبل غيرها.